أهلا بكم في حلقات تثبيت وحفظ سورة البقرة. وصلنا الآية 160 من سورة البقرة. مصحفك معايا، ما تعتمدش على الفيديو عشان تحفظ، وأهم حاجة يكون صوتك عالي ومركز. ولو أنت أول مرة تشوفنا وحابب تحفظ معانا، إحنا بنحفظ مع بعض وبنثبت سورة البقرة. بتجيب مصحفك وبتحفظ معايا في أثناء الحلقة. أهم حاجة تكون مركز، تقرأ معايا لما أكون بقرأ، وتسمع معايا لما أكون بسمع. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا 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 فأولئك أتوب عليهم 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 إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا 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 فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم 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 إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار 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 أولئك عليهم لعنة الله 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 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 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 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها خالدين فيها خالدين فيها خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون
لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 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 وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن شاء الله نكون حفظنا الجديد وثبتنا كويس جدا لو أنت لسه عندك أي مشكلة لازم تسمع حلقة التجويد الأول تقرأ معاه تتعلم التجويد وتعرف ليه مخارج الحروف وكمان تقرأها 30 مرة لما تحفظ معاه دلوقتي بقى الحلقة دي هتلاقي نفسك حافظ كويس جدا إن شاء الله وبعدين لازم نسمع إيه التسميع ونبعت التسجيل لازم هتحفظ لوحدك كده مش هتحفظ وهتنسى وهتكسر هنبعت التسجيل ده 3 مرات ومن أول الربع مرة واحدة الربع إن الصفا والمروة وإحنا بنسمع كل يوم نص جزء ولسه أول مرة يجي معانا حابب تبدأ من الأول ابدأ حابب تكمل معانا وتسمع من أول إن الصفا والمروة مفيش مشكلة لكن الأفضل إن أنت تبدأ من الأول الحلقات موجودة خد أول حلقة تاني حلقة محتاج تحفظ 3-4 حلقات مع بعض مفيش أي مشكلة ممكن تحفظ حلقة 2-3 مفيش أي مشكلة خالص لكن أهم حاجة تبعت التسجيل إيه بتاعك ضروري جدا واللي بيحفظ ومتابع معانا لازم كل يوم نص جزء طب لو أنت برضو لسه جاي لكن حافظ قبل كده مثلا جزء أو حافظ نص جزء مفيش مشكلة هتسمع اللي أنت حافظه وتكمل معانا إن شاء الله أسأل الله أن يثبت القرآن في قلوبكم وفي صدوركم وفي عقولكم وييسر عليكم حفظ القرآن الكريم وأجمعكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والسلام عليكم